بالتأكيد. أستاذ تيمور يعني ابقى معنا، خلينا نروح لأستاذ عماد الدين الحسين. يمكن أستاذ عماد احنا معانا صورة مباشرة الآن من كييف، وزي ما احنا شايفين بعربيات ماشية في الشارع، والوضع إلى حد كبير يعني مستقر وهادئ في كييف. خلينا عايزين نعرف من حضرتك يا فندم يعني توقعاتك في الساعات القادمة، وتوقعاتك للسيناريوهات أيضا القادمة. ظني الشخصي يعني بناء على متابعة ما يحدث طوال الأيام الماضية وطوال الأزمة حينما كانت الحرب كلامية، هو أن روسيا تميل إلى الحصول على تعهد من الغرب أو من أوكرانيا أو من كليهما أنه لن يكون هناك تمدد لحلف الناتو، لن تكون هناك منظومات سلاح. الاتحاد السوفيتي أو روسيا حاولت الحصول على هذا التعهد مرارا وتكرارا، لكن الغرب رفض، وشفنا في الأربع أسابيع اللي فاتت كان هناك خناقة كبيرة جدا على الرد، طبيعة الرد المكتوب الذي كانت تود روسيا الحصول عليه من الولايات المتحدة، وجاء خلافا للرغبة الروسية ليس واضحا أو رافضا لهذا التطور، وبالتالي بدأنا يعني مرحلة الصراع الخشن، تحريك الصراع من كلام وتصريحات نارية إلى النار نفسها لإجبار أوكرانيا على التراجع عما تنتوي أو إجبار الغرب على احترام التعهدات القانونية. هل الغرب سيميل إلى إعطاء بوتين هذا الثمن ببلاش؟ أظن صعب جدا، لأنه البعض بيقول انه لو تهاونا مع بوتين الان، الغرب يعني اقصد، فانه سيفعل مثلما تهاونا مع هتلر في 1939 حينما سمح له بغزو بولندا وتشيكوسلوفاكيا. نعم. مع فارق التشبيه بطبيعه الحال، لكن نحن بصدد صراع سياسي عسكري على النفوذ. من الذي يقود العالم؟ من الذي يقول له القوه الكبرى؟ من الذي يقول له الكلمه العليا؟ بوتين يحاول تحسين موقف بلاده، وقال اكثر مره نحن نريد اعاده الاحترام، فبالتالي سيضغط عسكريا باقصى ما يستطيع. مره اخرى لا اتوقع ان يغزو الاراضي الاوكرانيه غزو بري، لكن النمط الحديث الذي يعني نراه في المعارك العسكريه هو القصف الجوي المستمر المتواصل، تحييد مصادر القوى الاوكرانيه، ضرب الاهداف القوى العسكريه الاوكرانيه المباشره، بحيث ان تكون الرساله واصله انه هذا هو الثمن الذي ستدفعه لو كنتم مستمرين في يعني الانضمام للنيتو وتنفيذ الاجنده الامريكيه وتهديد الامن القومي الروسي. نعم. الا اذا، لان هناك ايضا سيناريو اخر، ان يكون البعض يريد مواجهه اكبر فتفلت الامور كما حدث في الحرب العالميه الاولى او الثانيه، ونشهد صراع مدمر ستدفع ثمنه كما تحدث الاستاذ تيمور، البشريه باكملها، وهذا هو الخطر. يعني الان مع العولمه التي نعيشها مره ثانيه، العالم كله سيدفع الثمن، خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد، البترول 103 دولار، الامن الغذائي، غالبيه الحبوب بتاتي من هذه المنطقه، اسعارها ترتفع، كل مواطن في العالم سيدفع الثمن بدرجه او باخرى. صحيح.